يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، فما زال هناك أرقام ستتحطم تحت أقدام كريستيانو. هذا البرتغالي الذي لا يكل ولا يمل في كل يوم يثبت أن العمر هو مجرد رقم بالنسبة للاعب كرة القدم. بعد صيامه لفترة طويلة عن التسجيل، تمكن دون من إحراز هدف الفوز لمانشستر يونايتد ضد إيفرتون مساء الأمس، ليكون هو الهدف رقم 700 في مسيرته الاحترافية مع الأندية التي مثلها. بداية رونالدو كما يعلم الجميع انطلقت من البرتغال برفقة نادي سبورتينغ لشبونة، وسجل معه 5 أهداف قبل أن يتجه نحو مدينة مانشستر ويلتحق بصفوف اليونايتد، مسجلا بين عامي 2003 و2009 ما مجموعه 118 هدفا. أما الفترة الذهبية في مسيرة الدون فقد كانت مع ريال مدريد، إذ استطاع صاروخ ماديرا أن يكون الهداف التاريخي للفريق بتسجيله 450 هدفا خلال 9 مواسم، أي بمعدل 50 هدفا في الموسم الواحد. من مدريد انتقل الدون إلى تورينو ليمثل يوفنتوس ويسجل برفقة السيدة العجوز 101 من الأهداف، ليعود بعد ذلك إلى يونايتد مرة أخرى ويحرز 26 هدفا إلى هذا اليوم.